اصدقائي كما راكم تشوفوا انا درت مشروع النبت الاخضر وغرست 3 انواع من الحبوب العدس الحمص والفاصوليا. تابعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا الطريقه وما تنسوش ديروا اعجاب في الفيديو وتشتركوا في قناتي. هنا جبنا الحبوب والآن نديرهم في ليبو. ندي العدس هذا العدس لوبيا سي بلون لا بوزيسي ميم او ديزو والآن بعد ما غرسناهم نغطيهم بالتراب. ونسقيهم بالماء. وما ننساوش نحطهم في الشمس. الآن راح نسقيهم. ونحطوهم في الشمس. تعي انا العدس بدات تخرج كما راكم تشوفوا هنا شويه هنا وهذه اللوبيا هاي تاع ماريا خرجت وهذا الحمص مازال ما خرجتش. شوفوا اصدقائي عندنا 5 ايام ملي غرسناها العدس خرج معكم تشوفوا الحمص مازال واللوبيا شويه. كما راكم تشوفوا اصدقائي نباتاتنا عنده اسبوعين. كما راكم تشوفوا العدس كبر ها هو الحمص شويه والعدس خرج اللوبيا خرج هذا الحمص وهنا العدس. شوفوا
أصدقائي الفصل خرج وهم الفلقات تحلوا اللي غرسناهم كما راكم تشوفوا. وهنا من بعد عندنا الحمص هذين باش بدأت تخرج ومن بعد عندنا هنا العدس. اليوم نبتت تاعنا عندهم 20 يوم. هذاك اشوف كيفاش راهم. كما راكم تشوفوا النباتات تاعنا عندهم شهر. شوفوا العدس الساق، الأوراق، شوفوا الحمص، شوفوا الساق، شوفوا الأوراق، عندنا الفصلية، شوفوا الساق، الفلقات والأوراق. هذا الكاك نديرهم في إناء كبير حتى انتم الأصدقاء تقدروا تغرسوا حتى انتم النباتات. كيما شوفوا أصدقائي، هاو العدس طوال، وعندنا الحمص كان صغير وكبر لحقهم. وكما راكم تشوفوا عندنا الفاصوليا مازال عندهم الأوراق والفلقات. كما راكم تشوفوا هنا يقدروا يكبروا هنا. النباتات تاعنا عندهم تقريبا شهر. وانا درك نبقى نعتني بهم حتى يعطوني ثمار. حتى انتم اصدقائي تقدروا تجربوا نفس التجربه ووريوا لي النتيجه تاعكم.